وينضم إلينا من الدوحة الدكتور لقاء مكي، الكاتب والباحث السياسي، لمناقشة مجريات الأحداث في العراق. مرحبا بك معنا دكتور لقاء. أهلا وسهلا. أهلا بكم. الحكومة والرئاسات الثلاث قالت إنها ترفض الحل الأمني وتدعو للتهدئة، وفي الوقت ذاته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تؤكد وجود قناصين استهدفوا المتظاهرين وقوات حكومية أطلقت الرصاص الحي تجاه المتظاهرين. كيف يمكن قراءة ما يسمى أو هذا التناقض كما ترى؟ نعم، هو حقيقة البيان الرئاسات الثلاث بكامل موضع للتناقض الكبير ما بين القول والفعل. نعم، الأقوال سهلة دائما، وهناك الكثير من المواقف خلال 40 يوم الماضية منذ بدأت الاحتجاجات، من سواء من الرئاسات الثلاث أو من كل رئيس على حدة، ولكن في النهاية على الأرض كان هناك أولا الكثير من القمع المفرط ضد المتظاهرين. نحن الآن إذا أكثر من 300 شهيد وحوالي 15,000 جريح، ناهيك عن آلاف المعتقلين غير المحدد، ولدينا أيضا سوء في إدارة الأزمة فيما يتعلق بالجانب السياسي. حتى حزم الإصلاحات أو ما سمي بحزم الإصلاحات التي أطلقت من قبل رئيس الوزراء في الواقع هي كانت اما لذر الرماد في العيون او انها جاءت متاخره جدا ولم تعد ذات قيمه، ناهيك عن ان كثير منها هو مجرد وعود قد تكون غير قابله للتطبيق لاسباب اقتصاديه واجرائيه وقانونيه. نعم، وبالتالي فهي بطبيعتها العامه مجرد كلام ووعود يعني وليست افعال. بالنتيجه نحن اذا موقف من الدوله يحاول ان يجاري المتظاهرين من غير ان يكون له اساس عملي، ومن ناحية ثانية هو محاولة لإرضاء أو ربما التوافق مع المطالب الدولية الحقوقية فيما يتعلق بالعنف الممارس من الدولة، ولا ننسى أن هذا النمط من العنف قد يجرم أو يصل إلى مراحل بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهذه كلها تسجل ضد التنفيذيين في العراق، ليس فقط العسكريين ولكن الطبقة السياسية وعلى رأسهم رئيس الوزراء. نعم، في الحقيقة ما تفضلت به أخيرا يدفعني للسؤال التالي عن اجتماع الكتل السياسية أمس في مقر الحكمة، والذي ترشحت عنه ورقة كان أحد توصياتها نصا الاستعداد للتضحية وتقديم بعض الخسائر لمصلحة المتظاهرين لتلبية مطالبهم. هل تقديم أحزاب مشاركة بالحكومة تنازلات لتلبية مطالب متظاهرين عراقيين تعد خسائر؟ هو هذا بحد ذاته ليس فقط تعالي ولكنه استخفاف بالشعب، وهذا أمر طبيعي حقيقة متوقع. يعني البيان أو التصريح الذي صدر عن هؤلاء السياسيين، نعم، هو كان حقيقي، هذا هو حقيقة السلوك وليس ما صدر عن رئاسات الثلاث. نحن نتحدث عن تمسك وتشبث بالسلطة مهما كانت خسائر الناس ومهما كان يعني عملية فض الاحتجاجات والمظاهرات. يعني واحد من الميزات أو العناصر المهمة في هذا التصريح أو البيان هو يجب إنهاء المظاهرات بأي ثمن وبأي طريقة، وبالتالي هذا معناه أنه ممكن اللجوء إلى العنف الأقصى وقتل ما يشاءون من الناس. وفي بالمناسبة يعني ربما في بغداد الأمور معروفة نسبيا من خلال السوشيال ميديا، ولكن في جنوب العراق لا سيما في البصرة هناك جرائم حرب حقيقية تجري ومجازر في المدن العراقية في سواء في كربلاء في الناصرية ولا سيما في البصرة بشكل خاص. نعم، هذه الجرائم لا يمكن النظر إليها إلا على أنها تشبث بالسلطة بأي ثمن. هذه الأحزاب أصبح لديها امتدادات، لديها مصالح ضخمة ومرتبطة بهذا بشكل أساسي بالخارج. يعني المسألة ليست فقط سياسيين يريدون التشبث بما لديهم المصالح، المسألة أيضا هناك أوامر صدرت لهم من إيران تحديدا للبقاء في السلطة والتشبث بها، لأن هؤلاء يمثلون طهران ولأن هؤلاء أدوات ضيعة بيدها، وبالتالي طهران لا تريد أن تفرط بهم لا سيما في هذه المرحلة الصعبة والمهمة. نعم طبعا، ويعني استمرار القتل في العراق يتواصل مع الأسف، هذا ما تؤكده الآن
وكالة رويترز أن هناك 3 شهداء في الناصرية إثر طبعا إطلاق النار عليهم واستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع والتي تعد قنابل فتاكة وقاتلة كما وصف الدكتور. ما حصل الآن أو ما يحصل الآن في العراق لم يأتي من فراغ، كان هناك إرهاصات ومقدمات لما يجري الآن، لكن الحكومة وقوى السلطة لم تستوعب على ما يبدو ذلك، ونحن الآن كما يقول المراقبون أمام حالة قطيعة بين الشعب وبين السلطة الموجودة. إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل القريب دكتور؟ والله أنا أعتقد أنه في العراق كل شيء مرشح للتصاعد. هذا شيء يعني مخيف ومؤسف أنه أن نصل إلى هذا النمط من نظام سياسي مستعد لحرق العراق من أجل البقاء في السلطة، وايضا يعني مستعد للحرق العراق من اجل ارضاء طرف اجنبي. نحن نتحدث عن نمط سلطوي ليس فقط فرد، يعني هناك فرد ممكن يعزل وتنتهي المشكله كما حصل في بعض الدول العربيه. نحن نتحدث عن نظام بكامله طافي من السطح هو الرؤساء 3 او بعض المسؤولين، ولكن هناك دولة عميقة شديدة التغول في البلاد وشديدة التمسك بالسلطة. أنا أعتقد أن مع شباب ثائر لا يريد التراجع، وأمام نظام لا يريد أيضا أن يتخلى أو يقدم تنازلات حقيقية، إن سماها خسائر قل يسميها ما يشاء، تنازلات حقيقية من أجل إنقاذ البلاد. أعتقد أن الأمور قد تتصاعد وتصل إلى ربما مرحلة عنف أقصى. أشكرك جزيلا دكتور لقاء مكي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الدوحة.